وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود تطوير وتحسين منظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وخلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان شدد سيد الرئيس على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز ولحماية حقوق المواطنين والمجتمع عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار الدكتور احمد فهمي ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على اجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي والجهود الجاريه لاستحداث اليات للتنسيق في اطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الاهلي وتنميه القيم الانسانيه والمجتمعيه وحشد الجهود الوطنيه من اجل التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعيه التنمويه وذلك من خلال التنسيق بين اجهزه الدوله والمجتمع المدني المعنيه واوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول ايضا تطورات الموقف التنفيذي لانشاء مدينه العداله بالعاصمه الاداريه الجديده في اطار الجهود الجاريه للتطوير الشامل لمنظومه التقاضي وتحديث الياتها حيث وجه السيد الرئيس بمواصله العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين بما يضمن تحقيق العداله الناجزه مشددا على تطبيق القانون بكل امانه ونزاهه ومساواه تاكيدا لسياده القانون على الجميع بلا تمييز وحمايه لحقوق المواطنين والمجتمع